مرحبا بكم. يمكن لنظام كاميرات المراقبة أن تصور أشياء غريبة في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، هذا ليس مجرد سرقة لمتجر أو لص سرق حقيبة، فهناك أشياء مرعبة حقا. ففي هذا المقطع سترى كيف حدث كل شيء بالتفصيل، وإليكم بعض الأحداث الغريبة التي التقطتها كاميرات المراقبة. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بإعجاب واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولاً، هذه الفتاة تدعى إيما وتبلغ من العمر 19 عام. تقول أنها تسمع أصوات مخيفة في كل ليلة، وأحياناً ما تسمع والدتها تناديها. لكن الأمر المرعب هو أنها لم ترى والدتها منذ 4 سنوات، فقررت أن تحضر شابين من أصدقائها ووضعوا كاميرات مراقبة في كافة أنحاء الغرفة. جلس الشابين في سيارة خارج المنزل وبدأوا يراقبون الفتاة وهي نائمة. وفجأة ظهر شيء غريب في البيت. بدأ أولا بالهجوم على الكاميرات وتخريبها، ثم اتجه بعدها لغرفة الفتاة. ربما يكون هذا المقطع مزيف، ولكن نترك لكم الحكم الأخير. أخبرونا، هل تصدقون هذا الفيديو؟ ثانيا، هجم تمساح صغير على المصطفين في شمال زيمبابوي، وقد صورت الكاميرات ذلك الهجوم. ويمكنك أن ترى كيف شق التمساح طريقه بهدوء إلى المسبح الذي يقع على أراضي الفندق. كان يوجد بداخل المسبح زوجان يسبحان فيه، وعندما لاحظوا وجود تمساح قفز الرجل من المسبح. وأما عن الفتاة فلم يكن لديها الوقت الكافي للخروج. هرع التمساح إليها وتمكن من عض يدها. في هذه اللحظة كان هناك ضيف آخر في الفندق، ووصل في الوقت المناسب لمساعدة هذه الفتاة. ساعد الفتاة للخروج من الماء وأبعدها عن الحيوان المفترس. وبعد أن غادروا جميعا ظل التمساح في المسبح. وبعدما نشر ذلك المقطع على موقع يوتيوب، ومن خلال أسبوع شاهده أكثر من 9 ملايين شخص، وبالطبع أدان الكثيرون الرجل الذي كان معها وقالوا أي نوع من الرجال هذا. ثالثا، هذه الكاميرا تقع في ساحة المنزل التي تقع في بلدة صغيرة. وفي هذا الفيديو يوجد رجل ينظر إلى هاتفه ويزحف باتجاهه ثعبان الإكدنا الأسترالي وهو عدواني ويتحرك بسرعة كبيرة. بدأ الكلب في ملاحظة هذا الثعبان، وكان الرجل ينظر إلى الهاتف ولا يلاحظه. كان على بعد سنتيمترات قليلة من ساقه، ولكن لحسن الحظ بدأ الكلب ينبح، ولاحظ الرجل بوجود هذا الضيف تحت قدميه. فقفز الرجل وأخذ الكلب وقام بالدخول إلى منزله. رابعا، حقق هذا الفيديو أكثر من 6 ملايين مشاهدة، ولكن لا يزال هناك إجابة مفقودة. هل يوجد في هذا المقطع شبحا أم أن هذا الفيديو مزيف؟ هذه الفتاة توجد في استوديو للرقص، وكل شيء يبدو رائعا في البداية. وبعد انتهائها جلست الفتاة وكان يظهر انعكاسها في 3 اتجاهات. يبدو أنها كانت تعيش حياتها، وعندما حان وقت المغادرة قامت وذهبت، ولكنها لم تنظر خلفها. خامسا، في سنغافورة قامت كاميرات المراقبة التي تقع في المدخل بتسجيل حركة ضوء في المدخل. الشيء الطبيعي سنقول أنها حركة إضاءة مصباح يدوية، ولكن أين هو الرجل الذي يحمل هذا المصباح؟ ولماذا هذا المصباح يتحرك بشكل عشوائي ويظهر لفترة قصيرة؟ هو ضوء لونه أزرق على الأرض، ثم يتحول للون الرمادي على الحائط. لا يزال هذا المقطع غامضا، فهل هو حقيقي أم مزيف؟ سادسا، كاميرا أمنية توجد في المتحف التاريخي قد سجلت حركة لشيء ما لبضع ثواني ثم اختفى. ووفقا للخبراء يقولون غالبا ما تظهر الأشباح على هيئة غبار لونه أبيض وتحلق بالقرب من عدسة الكاميرات. سابعا، حالة مروعة حدثت في الولايات المتحدة. فكانت الحافلة تسير على الطريق، وإذ بغزال يقفز باتجاه الحافلة. كسر الحيوان الزجاج الأمامية وانتهى به الأمر في المقصورة. حاول عدة مرات القفز من الزجاج للخروج، ولكن دون جدوى. ثم بعد ذلك قام بالاندفاع باتجاه مقصورة الركاب التي كان بها راكب واحد فقط، وهو في حالة من الفزع الشديد، ولكن دون جدوى. فتوقف السائق وفتح الباب له فخرج بسلام. ثامنا، يمكن للتحدث في الهاتف خلال العمل أن يكون خطيرا للغاية. فعندما ينفجر الهاتف وهو في يديك وعلى بعد مليمترات قليلة من وجهك، فمن الصعب تخيل أن يعيش الشخص هذا الموقف الصعب.
تاسعا، كاميرات المراقبة في نيويورك التي وضعت لمراقبة 3 أطفال أثناء نوم الآباء. قد صورت لصا يضع في فمه سكينا وكان يزحف على يديه وقدميه وقام بسرقة الهاتف. يقول الآباء بعد ذلك يبدو أنه اعتقد أن الأطفال قد استيقظوا وبدأوا بالزحف على الأرض فقام وهرب بسرعة. 10. في الهند في وقت متأخر من الليل كان الجميع في المنزل نائمون حتى الكلب الذي يوجد في أسفل اليمين، وإذ بنمر يدخل وينظر إلى الكلب على أنه طعام، لكنه أدرك أنه لن يستطيع الدخول إليها، ولكنه لم يستسلم وعاد وظل يحاول مرة أخرى. 11. في كانساس سيتي بارك وضعت الشرطة كاميرات لمراقبة الحيوانات، ولكن الغريب أنها لم تلتقط أي حيوان، ولكن أظهرت الكاميرا أناسا غريبة ترتدي زي الحيوانات وتتصرف بشكل غريب للغاية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.